السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة محجوبة أم فاروق. كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هاني. هذا النهار هذا غدا نحضر معكم الحامض البلدي كونفي، يعني غدا نرقد معكم الحامض البلدي كونفي. دونك غدا ناخدو الحامض البلدي بهالطريقة هذه، وغادي نقسموه من هنايا على 4 ونعمرو معكم بالملحه. هنا قلت لكم الحامض البلدي، عندي الحامض البلدي وعندي الحامض الرومي. غادي نقسم معكم الحامض بهالطريقه هذه على 4 بهذا الشكل، وغنعمرهم بالملحه. وهذه البلديه كذلك حتى هي غنقسمها بهذا الشكل هذا على 4. نديرو هكا باش كلشي يشوف. كنقسموها من الجهة القدامية بهذا الشكل هذا، ماشي حتى للخر، نخليوها مشدودة شوية من تحت. والحمد البلدي تيجي جديد، ف سيغتو هادي راه كلشي الناس كيديرو هادي اللي كنعمروها بالملح، ميم داك المعسلات اللي كتطلق ديالها تما نقدروا نخدموا بها. غير هي خص دائما تديروا الملح، ولكن فاش تبغي تطيبوا شي حاجه وتاخذوا من داك لاصوص، يعني طيابكم ما غديروش فيه الملح سيتو. حتى هذا الحامض الريحه ديالته غزاله ما شاء الله. هذا الخضر جربوه، اللي ما عمره رقد الحامض الخضر جربوه، الريحه تاعته غزاله ما شاء الله. هنايا غناخد الحامض وغادي نعمرو بالملحة بهذا الشكل، لي دو كوتي حسب نص معلقة في كل حامضة، ونحطوها هنا في القاعة تاعها. نديرو نص معلقة من هاد الجهة، نص معلقة من هاد الجهة، غير هما القرع يكونوا معقمين، يكونوا مغسولين على الأقل، مغسولين مزيان بالما طيب وناشفين، بلا سربيتة يكونوا ناشفين. نجيبو ورقة سيدنا موسى حتى هي نحتاجوها من بعد. وهنا غندير ثلاثة لوريقات ديال الرند مغسولين نقيين، نديرهم هنا لتحت وحدة هنا في الجنب الاخر. هذا ملي كيوجد معاك داك الكونفي تاعهم كيكون لذيذ، هذاك العسل ديال السيترون اللي طيح هو الملح كيكون لذيذ بصراحه، زوين تولي زيوف بزاف الحوايج. بلاصه ما ديري سيترون تقدري ديري اي هذاك لاصوص اللي كيطلق السيترون مع الملح، كيكون بحال العسل، كيكون لذيذ ماشي حلو، ملي كيكون مالح ولذيذ. ولكن دائما خصكم ديروا اتونسيون من الطياب اللي غديروا فيه هذاك لاصوص، باسكو راه فيه الملح. هنا بالنسبه لهاد القرعه انا غادي نسدها، ولكن غادي نحلها عاود من بعد، نزيدها واحد جوج ولا ثلاثه ديال السيترونات باش يقدوا باش تكون مزاحمه. بالنسبه للحامض البلدي حتى هو غندير فيه شويه الملح في هذا الجنب، نص معلقة تقريبا هكا، وغادي نحطها في القريعة ديالها هكا حسب نص معلقة، ونحطوهم مزاحمين مع بعضياتهم. وناخدو ريقة تاع الرند وغادي نديروهم تما هنايا، نزيد هاد الحامضات اللي بقاو عندي انا زدتهم، خصنا نزاحموهم باش العصاره ديالهم تخرج هكا. بون واخا ماشي ختم معليش، المهم تعمر عليهم. وغادي نسدوهم بيان سور، القراعي خص يكون عندهم الجلده ديالهم، ونسدو بهذا الشكل هذا كذا ونسدو عليه فوالا.
ونخليوهم من 15 يوم حتى 20 يوم ان شاء الله كيوجدوا غادي نوريهم لكم. وهادو هما قرايات تاعنا تاع الحامض البلدي والحامض الرومي.